تبدو مداخل الموصل وشوارعها الرئيسية بأحسن أحوالها، وعمليات إعادة إعمارها تسير على قدم وساق. فهذا هو المدخل الجنوبي للمدينة، ويشبه باقي المداخل أيضا. لكن ما إن تنتقل العدسة إلى داخل الأحياء السكنية، فيتغير المشهد كليا، ويتحول الوصف من عمليات الإعمار إلى الإهمال. مداخل المدينه عمليات تجميل فقط، يعني بس على اساس اذا جاء زائر يقولون اكو مشاريع دا تصير واناره بالشوارع، انه هاي بس انتم ادخلوا على الفرع، فوتوا على الفرع مال المناطق، شوفوا شوفوا هنا والله العظيم والله العظيم لوري لوري راجي يقلب بهاي الطسه، لوري بهاي الطسه راجي يقلب. الميزانيه تنصرف، وين الميزانيه هاي؟ يقولون اكو ميزانيه، وين الميزانيه؟ شوفوا شوارع الدواخل، بس اطراف المحافظه كلها عاد تتبلط عاد تسوي بس الدواخل. 5 سنوات والحديث عن الاعمار في الموصل مستمر، والوعود تلو الوعود، لكن لا شيء سوى الشوارع والارصفه التي كان من نصيبها الاعمار. اما المشاريع الكبيره والمهمه فما تزال على حالها حتى اليوم. داخل ما يعني شوف هسه هاي منطقتنا ايش قصار من تحررنا؟ ماكو اي خدمات عايجون هنا، وهاي على اطلاعكم، بس الخارجيه المداخل الموصل ذاك الجانب الجزرات الوسطيه وعايفين هاي المنطقه، وش قد اشتكينا بالبلديه بالماء ومجاري ما حد. عشرات الاحياء السكنيه في الموصل تعاني من سوء واقعها وسوء الخدمات، وبعض المناطق التجارية فيها تركها أصحاب المحال هناك بسبب معاناتهم المستمرة منذ سنوات. تبدو شوارع المدينة الرئيسية ومداخلها أيضا بأبهى وأحسن صورها، لكن من يدخل إلى داخل الأحياء السكنية فالمناظر التي سيراها لا تسر الناظرين أبدا، وكأن ما يحصل هو عمليات تجميل ليس إلا. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.